المزيد من المتابعة حول آخر التطورات في بريطانيا ينضم إلينا من لندن الأستاذ جعفر الأحمر الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ جعفر، كيف تبدو الأمور إذن بعد خروج مدنيين معترضين أمام البرلمان البريطاني على الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو 31 من أكتوبر الذي حدده بوريس جونسون دون النظر لأي اعتراضات من حزب العمال أو من أي أحزاب؟ والشارع البريطاني أيضا البعض كذلك ينضم لهذه المعارضة. يعني الكل ينتظر عقد جلسة لمجلس العموم بعد قليل، بعد حوالي نصف ساعة، وهذه الجلسة ستكون تاريخية لأن خلالها سيتحدد مصير، ليس فقط مصير بريكسيت، مصير رئيس الوزراء جونسون نفسه. فكل شيء يعني بانتظار هذه الجلسة التي يتوقع أن تعقد وتأخذ بزمام الأمور من الحكومة. المتوقع هو أن مجلس العموم يعني سيطرح تشريعا، هذه أول عمل له بعد عطلته الصيفية، سيطرح تشريعا بموجب الأمر الدائم 24، وهي قاعدة تسمح بسماع المناقشات العاجلة، وهذا بهدف السيطرة على جدول الأعمال. جدول الأعمال عادة البرلمان تقرره الحكومة، لكن النواب الآن الذين يعارضون بوريس جونسون الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيأخذون زمام الأمور. أول خطوة هي السيطرة على جدول الأعمال، عندها بعد السيطرة على جدول الأعمال سيطرحون مشروعا آخر وهو قانون من أجل وقف عملية خروج بريطانيا من دون اتفاق. ماذا أستاذ جعفر عن انعقاد الجلسة التي تتحدث عنها لمجلس العموم في ظل التوجيهات التي قام بها بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان خلال المرحلة الأخيرة قبل موعد بريكزيت، في خطوة طبعا ندد بها معارضو جونسون باعتبارها انقلابا؟ نعم، ارتدت هذه الخطوة على بوريس جونسون سلبا، وحاول تعليق البرلمان وكان يعتقد ولم يلقى استجابة. الوقت ليس نعم ليس يعني تعليق البرلمان هو في يبدأ من 9 أو من 10 من سبتمبر، صح، ويبقى أيام قليلة فقط أمام البرلمان ليدرس هذا مشروع القانون، وكان يعتقد جونسون يعتقد أن البرلمان لن ينجح في الاتفاق على من سبتمبر. تقصد أستاذ جعفر التعليق سبتمبر يبدأ من سبتمبر؟ نعم، يبدأ من منذ يعني بعد عدة أيام. صحيح، فللبرلمان فقط عدة أيام ليعقد جلساته، وكان جونسون يعتقد أن البرلمان لن ينجح في الاتفاق على مشروع قانون يعني يؤخر الخروج او الخروج، او على الاقل لا يسمح لبوريس جونسون التفرد بهذا القرار، لكن ظنه خاب. المشكله التي وقع فيها بوريس جونسون ان نواب حزبه المحافظين، هنالك حوالي 40 نائبا متمردون، صحيح، الذين يرفضون الخروج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق. هؤلاء سينضمون الى حزب العمال وسيطرحون هذا المشروع كما قلنا مساء اليوم او صباح غد، وهذا يعتبره بوريس جونسون يعني تصويتا على الثقه بحكومته، تتقلص الغالبيه التي يتمتع بغالبيه نائب واحد، ستتقلص كثيرا، ولذلك هو سيطرح انتخابات مبكره لانه يعتقد انه فقد الثقه البرلمانيه، لكن دون ذلك عوائق. يعني هو سيطرح اقتراحا لانتخابات مبكره، لكن هذا الاقتراح بحاجة إلى تصويت غالبية الثلثين في مجلس العموم، وهذا غير مؤكد حتى الآن. ماذا منتظر إذن في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به بريطانيا؟ هل فقط تمديد مهلة خروج بريطانيا كما ذكر كوربن من قبل في تصريحاته، جيرمي كوربن رئيس حزب العمال، بأن يعني من الممكن أن يتم تمديد المهلة المحددة وهي 31 من أكتوبر لخروج بريطانيا، وهذا أيضا يتم بدون يقين؟ هو مشروع القانون الذي سيطرحه النواب اليوم او غدا هو طلب ان يطلب من بوريس جونسون ان يطلب من الاتحاد الاوروبي تمديد عمليه الخروج من الاتحاد الاوروبي حتى 31 يناير عام 2020، يعني تاجيلها 5 اشهر، وبوريس جونسون لا يريد ذلك نهائيا لانه وعد الشعب البريطاني بانه سيخرج من الاتحاد الاوروبي بحلول 31 الشهر المقبل، فهو لن يقبل بهذا الشرط، بهذا مشروع القانون،
ولكنه لن يستطيع رفضه، لن يستطيع، لأن هذا أصبح قانونا يقره مجلس النواب مجلس العموم، وبالتالي يطرح الثقة في حكومته ويطرح انتخابات مبكرة. لكن المشروع القانون هو تمديد مهلة الخروج من بريطانيا حتى 31 يناير 2020 السنة المقبلة. هذا هو الاقتراح الذي يعني الحد الأدنى الذي اتفق عليه حزب المحافظ حزب العمال مع المتمردين. صحيح، على ماذا يعول إذا أستاذ جعفر بوريس جونسون في رأيك وسط هذه التطورات المعارضة للمهلة التي قررها لخروج بريطانيا وتحديد هذه المهلة بالحادي والثلاثين من أكتوبر، خاصة وأن هناك من حزب المحافظين من ينضم للمعارضة ولحزب العمال، واليوم نرى أيضا الصورة من الشارع البريطاني وتصريحي الأخير أعتقد لساندي تايمز بأن الخروج سيتم في 31 من أكتوبر لا محالة برغم أي متغيرات محيطة بالقرار. أوروبا أصلا لن تخرج ب 31، أنا يعني صار ذات أمر يقينا، لكن بوريس جونسون كان يعتمد سياسة حافة الهاوية، وكان مع اقتراب موعد 31 أكتوبر كان يعتقد أن النواب المحافظين الذين يعارضون الخروج من الاتفاق ربما يلينون من موقفهم خشية من الوقوع في المحظور، وهو يعني إسقاط الحكومة وانتخابات مبكرة وإلى آخره. وكان أيضا يراهن على أن الاتحاد الأوروبي ربما يغير موقفه في اللحظات الأخيرة أيضا لتجنب هذا المحظور. لكن برعونته وغطرسته بوريس جونسون كتل هؤلاء النواب المعارضين من حزبه حزب المحافظين حوالي 40 نائبا، لأنه هددهم بالإقصاء إذا صوتوا ضد مشروع الحكومة، فهذا ما جعلهم يتكتلون ضده أكثر. وأيضا يعني هم سيوجهون له الضربة القاتلة، ضربتين قاتلتين، الأولى أنه مشروعه للخروج من 31 أكتوبر لن ينجح، والضربة الثانية الكبرى أنه سيخسر غالبية برلمانية وسيخسر منصبه، وسيسجل التاريخ أن بوريس جونسون ربما كان الرئيس الحكومة الذي شغل أقصر فترة في الحكم في تاريخ بريطانيا المعاصر. فلذلك المشكلة أن غطرسة بوريس جونسون وغروره كان هذان أديا به إلى هذه الهاوية، الانصدام بالحائط الذي كان كل المراقبين يعرفون أنه سيصطدم بهذا الحائط، لأنه لا توجد غالبية في البرلمان تؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بكل بساطة، وخاصة أيضا أنه اصطدم بالبرلمان حينما قرر أن يعلق أعماله حتى يتم الخروج طبعا. بالتأكيد هناك إذن معركة أخرى يخوضها مع البرلمان. شكرا لك أستاذ جعفر الأحمر الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لندن.